عود من جديد إلى موضوعنا وملفنا الاقتصاد المتعلق بديون إمارة دبي ومقدرتها على السداد هذه الاستحقاقات في وقتها ومصادر التمويل لهذه الاستحقاقات. نعود بها إلى ضيفي سيد نديم مسعود ورئيس دوتش بنك في الإمارات. سيد نديم، دعنا نقف على بعض من ديون دبي ملتزمة باعتقادي بعشر مليارات دولار للبنك المركزي الإماراتي، وهي ملتزمة بخمس مليارات هذه المرة لحكومة أو لإمارة أبوظبي تسدد في أول فترة في 2014 ومثلها تماما لكن على فترة قادمة. الأولوية باعتقادك لإمارة دبي أن تسدد للبنك المركزي أم لإمارة أبوظبي؟ كما قلت في الإجابة الأولى، إن هذه الترتيبات ثنائية الأطراف التي تمت في عام 2009 أو الأحاديث أو مناقشات ثنائية الأطراف بين حكومة دبي والبنك المركزي الإماراتي بدءا من الأمر، فإن هناك العديد من الأدوات المتاحة لحكومة دبي لسداد ديونها، وذلك في الأربعة طرق التي ذكرناها. وأعتقد أن السيولة الموجودة هي في النواحي الرأسمالية، ولقد شهدنا تقريبا 16 مليار دولار كإصدار في الربع الأول من العام، حيث أن دبي قد قامت بلعب دورا مهما، وكان ذلك من قبل النواحي السيادية بحكومة دبي. وشهدنا أيضا الطيران الإماراتية والتي قامت بإصدار لأجل 12 عاما، وهذه هي الإصدارات الأقوى في الأسواق، وذلك من ناحية الجغرافية لتنويع استثماراتها من دول مختلفة وأيضا من الأصول المختلفة. وبالتالي فيما يتعلق بهذه البيئة والتي تؤدي إلى سوق السندات والصكوك، فإنه في هناك بالطبع معدلات فائدة منخفضة جدا، ومنذ خمس سنوات عندما كان هناك تمويل كانت عند مستويات 4.5%. وفيما يتعلق بالفارق السعري، وأعتقد أيضا ذلك فيما يتعلق بالأسواق، فقد تراجعت من 400 أو 500 نقطة أساس إلى أقل من الخمس سنوات في هذه البيئة. وأعتقد أنه في هذه البيئة، أعتقد إذا ما كان هناك بعض السيولة العالمية مقارنة بالسيولة العملية، نجد أن هذه هي الأداء الأولى للإيفاء بالتزاماتها بالنسبة لدبي. وأرى أن هناك حاجة لدبي كما ذكرت أن تحتاج إلى النمو، وشهدنا أيضا سوق وكالات التصدير والتي تستمر في أن تكون مصدرا للتمويل، وأيضا هناك المعاملات المهيكلة أيضا مثل التمويل من مثلا التمويل من قبل المنطقة الحرة، حيث نشأ أن هناك تدفقات نقدية رائعة. وبالتالي فإن هذه الأدوات متاحة للحكومة، وذلك الالتزام ب أو للإيفاء بالتزاماتها. لا ننسى أنه لابد أن تمر تحديات تقف أمام النمو الاقتصادي لإمارة دبي في الفترة القادمة. إذا ما قلنا أنه ما كان في مقدرة على تحقيق نمو اقتصادي قوي في إمارة دبي، كيف وربما متوقع يكون في عجز أيضا في الموازنة، كيف ستتمكن من الإيفاء في الوقت المحدد؟ أنت ذكرت منابع التمويل، لكن لم نقف على إذا كان في فعلا تحديات قادمة في النمو. قطعا، أعتقد أنه بالنسبة لنا بالنظر إلى الطرق الخاصة أو القدرات للتمويل والتي يمكن أن أتوقعها للنمو في الاقتصاد في دبي في بداية 2000، كان هناك نمو ب 16-17%، وبالطبع لن يمكن أن يكون هذا نموا مستداما، ولكن بعد الأزمة المالية في السنوات القليلة الماضية كان هناك نمو ب 4% أو أقل، ونتوقع أيضا خلال عامين أو ثلاثة القادمين أن تكون من 4.5 أو 6% كنمو لإجمالي الناتج المحلي للاقتصاد في دبي. وبالتالي عندما ننظر إلى ذلك لدبي نفسها، فإن الشركات الرئيسية مثل شركة طيران الإماراتية وديوا ودبي ودبال، فإن كل هذه الشركات بالطبع شركات قوية وتنمو في الأسواق، حيث أنها لم تخرج من الأزمة بكامل، ولكن بالطبع أدائها رائع، وهي تعد من الشركات التجارية. نظر إلى سوق العقارات هذا وحده من العام الماضي وحتى هذا العام نشهد نموا كبيرا، وقد حدث
لا سيما في قطاع الفلل وقطاع الشقق، حيث كان هناك أيضا في دوتش بانك لدينا مؤشر يشير إلى أن هناك نمو من 5 إلى 10% هذا العام من العام الماضي، وبالطبع قد وصل إلى أعلى مستوياته، وهناك اتجاه بالطبع إيجابي، وأعتقد أن المقاييس الخاصة بالنمو على أداء رائع، وهناك أداء ممتاز، وهناك استدامة للخمسة في المائة كنمو حتى تقوم بالإيفاء بالتزاماتها. أشكرك جدا لإثراء هذه الفقرة وإمدادنا بكل هذه المعلومات. ضيفي في استوديو البرنامج السيد نديم مسعود، وأنت رئيس دوتش بانك في الإمارات.